اسم حضرتك؟ اسم حضرتك محمد غنيمي. محمد حضرتك اتفضل. حضرتك اللي ضربني الامن المركزي امتى؟ جايين هنا اول امبارح، جايين هنا عشان جايين هنا عشان نقول ان الناس ازاي لغايه دلوقتي حقها ما جاش، وازاي ما حكموش البلطجيه الضباط اللي هم ضربوا العيال وموتوهم الشباب اللي كانوا معايا في 25 يناير. لقينا من شباب من ثوره 25 يناير، ويشهد على كده الناس اللي كانوا معايا في عبد المنعم رياض. وهنا اغمى عليا، وهنا هاجمت البلطجيه. جيت اول امبارح بفتح التلفزيون لقيت مكتوب التحرير الان. ناديت على والدتي، قلت لها الحقيقه يا حاجه الثوره قامت. قالت لي لا يا ابني ما فيش حاجه خليك قاعد. قلت لها طب ايه، انا قاعد اهو مش ما فيش اعمل حاجه. خدت بعض لقيت بيقولوا الشرطه بتضرب الشعب، الدم جري في عروقي. خدت بعض ونزلت وجريت، جيت على هنا لقيت هنا الامن المركزي نازل في العيال الشباب ضرب المصريين، ضرب ضرب موت. ففي ناس بقت تعمل لهم كده يعني سلميه، مفيش سلميه. فضلوا يضربوا بينا ويضربوا الغازات المثيره للدموع، وفي الاخر جات لي طوبه هنا عملت لي عاهه مستديمه خمس ورس. واللي ده اللي عمل فينا كده المشير طنطاوي، هو اللي قال لوزير الداخليه اضربه. هقول لك ايه تاني، مشير طنطاوي هو اللي يتحمل المسؤوليه يعني السياسيه. يتحمل المسؤوليه. عمل لي عاهه مستديمه فوق حاجبي، اتعملت لي عاهه مستديمه. ده انا شباب الثوره والناس اللي كانوا معايا في عبد المنعم رياض كلهم عارفين وعارف بيوتهم اللي كانوا معايا في عبد المنعم رياض. ده جزاتي؟ لا ده جزاتي جاي بنطالب بنقول النظام لو ما اتحكمش يبقى النظام موجود. تمام. وهو سامعني دلوقتي النظام موجود. ايوه. سلط علينا. سلط علينا وزاره الداخليه، وزاره الداخليه وبعتت الامن المركزي ضربونا هنا بالغاز الطبيعي موتونا. المسيل للدموع ما هو غاز مسيل للدموع موتونا موت شغل استعباد. وبعدين راحوا جات لي الطوبه هنا وقعت واغمى عليا وشالوني بس عمل لي مستديمه هنا وخدت فيها خمس ورز. وليا ناس عملت لها مستديمة في وشي، وفي زمايل ليا من شباب الثورة. شباب الثورة احنا مش بلطجية زي ما بيقولوا علينا. انا موظف جيت هنا عشان احمي ابن بلدي وطالب ان الضباط يتحاكموا. طلع عليا طنطاوي ناس ضربتني اهي وعمل لها مستديمة. ده طنطاوي اللي ماسك البلد، وبقول قدام الشباب بتوع مصر كلهم هم اللي عملوا فيا كده. ان شاء الله تتعالج وتعمل لك عمليه تكميل ان شاء الله. شكرا. شكرا.